السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مشاري، وإن شاء الله هنبدأ الفيديو التاني في بلاي ليست الـ Object Oriented Programming للغة بايثون. إن شاء الله في الفيديو ده هشرح الأساسيات زي الـ Class والـ Object إزاي تعملهم، وهشرح الـ Constructor Init، وهشرح فروقات صغيرة زي الـ Attribute vs الـ Variable والـ Function vs الـ Method. تعال بينا نبدأ. عشان تعمل Class بتكتب الـ Keyword بتاعتها، والـ Keyword بتاعتها هنا في اللغة Class في اغلب اللغات، تمام، حلو جدا. كلاس وتكتب اسم الكلاس بتاعك، انا في حالتي هكتب بيرسون مثلا يعني، بعد كده تكتب كولون، جميل زي الفل، تمام. زي ما انت شايف هنا في ايرور، في حالتنا هنا عايزين نعمل باس للايرور، الكيورد بتاعت الباس هي باس فعلا، جميل جدا. انا عملت كلمة باس دي ليه؟ عشان اقول له اعمل لي باس للايرور، انا مش عايز ايرور يبقى موجود هنا، تمام زي الفل، حلو جدا. كده انا خلصت وعملت اول كلاس عندي. تعالى نعمل اوبجكت. الاوبجكت دي عشان تعملها بتكتب اسم الاوبجكت بتاعك. ايه هو اسم الاوبجكت بتاعك؟ مثلا بيرسون وان مثلا، وتعمل ايكوال اكنك بتعمل فاريبل بالظبط، تكتب بيرسون اللي هو الكلاس بتاعك، تمام اهو، تضغط عليه وتفتح قوسين. طبعا هنا بيقول لك return nothing، هو عمل لك زي ما تقول كده ايه، اهي عمل لك none، اللي هو بيرجع الكلاس دي ما بترجعش اي قيمه، تمام زي الفل، حلو جدا، تمام قوي، تمام. تعال نشرح فروقات بسيطه كده، زي ايه الفرق من الاتريبيوت والفاريبل والفانكشن والميثودز. تعال نشوف دلوقتي. عملت name equal مشاري، جميل جدا. دي اسمها ايه؟ هتقولي اسمها var او variable، تمام جميل جدا. طب انا لو اخدت مشاري دي اللي هو النيم ايكوال مشاري وحطيتها هنا، هتقولي دي اسمها variable برضه؟ هقول لك لا، دي اسمها attribute، جميل جدا. طب هتقولي ايه الفرق؟ هقول لك الفرق شبيه شويه، هي النيم دي بتبقى جوه الكلاس، الاتريبيوت بتبقى جوه الكلاس، والفاريبل بيبقى بره، ولكن في فروقات مختلفه شويه واحنا جايين نشتغل ان شاء الله هتشوفها، تمام. طب والفانكشن في الميثود، الميثود هي بتبقى جوه الكلاس، الفانكشن بتبقى بره الكلاس، تمام. تعال نعمل فانكشن كده ونشوف. مثلا def creating event مثلا اي حاجه، مثلا كده انا عملت فانكشن. فانكشن دي اسمها greeting، وال greeting دي بتعمل ايه؟ بتعمل برنت هالو وورلد، جميل جدا. طب انا لو اخدت الفانكشن دي وحطيتها جوه، دي بقى اسمها ميثود. عشان ليه؟ عشان هي جوه الكلاس، تمام. تعال نراجع عليها تاني. الاتريبيوت بتبقى جوه الكلاس، الفاريبل بتبقى بره الكلاس، الفانكشن بتبقى بره الكلاس، والميثود بتبقى جوه الكلاس، زي الفل، تمام جميل جدا. تعال نخش بقى ونكمل على init وself. قبل ما نخش على init وself في مشكلة بسيطة، هي مش مشكلة قوي، هي مشكلة أدت اللي احنا نعمل init وself، تمام زي الفل. ايه هي المشكلة بقى؟ جه قال لك مثلا name equal عمر مثلا يعني، وتعالى نعمل object بتاعنا، تمام جميل جدا. نعمل person one equal person مثلا يعني، قال لك انا عايز اعمل فانكشن او ميثود بس اسمها ميثود، ميثود جوه البيرسون دي تشيل لي القيمه بتاعت عمرو. تعال نجرب، تعال نجرب نعملها. ديف مثلا اي حاجه جريتنج، عايزين نحط عمرو دي جوه الجريتنج. تعال نعمل برنت يور نيم از نيم. في مشكله. ايه المشكله؟ قال لك لو انا اشتغلت بنفس الكلام ده كده ما بقتش اوبجكت اورينتد، كده بارامتر، تمام، حطيت بارامتر وحطيت ارجمنت كده بقى كانها فانكشن عاديه. فقال لك الطريقه دي غلط، قال لك واحد كده اقترحها نعمل حاجه اسمها كونستراكتور، زي كده تشييد. لو انت لما تيجي تشيد بناء بتعمل ايه، او مبنى مثلا بتعمل ايه؟ بتعمل التصميم بتاعه الخارجي، بترسم بقى التصميم، المهندسين بقى هم اللي بيعملوا الكلام ده، تمام. احنا بنعمل هنا برضه في البرمجه، عشان تعملها بتعمل ايه؟
جميل جدا. تعمل هي function init دي function، تعملها ازاي؟ و init دي جاية من كلمة initialize او initial، تمام. تعملها ازاي برضو؟ تكتب def زي ما احنا قلنا هي method، وتكتب underscore ال underscore بتاعك، وتكتب init اهي. جميل جدا. تعال نشيل بس none دي عشان انت مش هتحتاجها، ونشرح كلمة self، تمام. طبعا باس دي احنا قلنا ليه بقى؟ عشان هي بتعمل باس للايرور. انت كده عرفت باس جاي منين. سيلف دي قال لك هي بتحل المشكله بتاعت اللي احنا كنا لسه عاملينها، اللي هي بتاعت النيم. عايزين نحط النيم بتاعنا جوه الفانكشن مثلا، عايزين نستخدمه، قال لك السيلف دي هتحل المشكله. جميل جدا. او على فكره ممكن تغير اسمها، يعني انت مثلا تسميها اي حاجه، ولكن سيلف دي مشهوره اكتر في اللغه، تمام زي الفل. قال لك نعمل ايه؟ قال لك مثلا هنا بتكتب بقى اسم البتاع، اسم الارجمنت بتاعك، تمام، او اسم الفاريبل المتغير بتاعك، تمام. زي ايه مثلا؟ تعال نكتب مثلا نيم. جميل جدا. هنا بقى بتعمل حركة حلوة. ازاي بقى؟ مش احنا كنا لما جينا نعمل مثلا function greeting مثلا، وعايزين نحط الاسم ده النيم بتاعنا جوه، صح؟ مكناش عايزين نعمل كده. قال لك السيلف دي بتعالجها ازاي؟ والله قال لك انت بتجيب السيلف دي كده وتحطها هنا. جميل جدا، حلو جدا. طب انا بعمل ايه؟ عايز احط بقى النيم بتاعنا هنا كده. هل اعمل نيم كده؟ قال لك لا، بتكتب ايه؟ سيلف دوت نيم. جميل جدا. ولكن انت برضو عشان تعملها initialize وعشان تعرفها، بتعمل نفس الكلام جوه ال initialize، initialize method، بتروح جايب دي كده وحاططها جوه، بتقول له والله السيلف دوت نيم ايكوال النيم بتاعنا، تمام. تيجي بقى حتة ال attribute، وايه الفرق ما وبين ال variable اللي انت شايفه ده؟ لو انا جيت عملت كده هتلاقي parameter، تمام، ده بارامتر. ام اللي هنا ده فاريبل او اتريبيوت، تمام. هو جاي هنا بمعنى فاريبل ولكن هو اتريبيوت. ليه بقى اتريبيوت؟ هتشوف دلوقتي. ولكن انا كده حليتها. طب جميل جدا، زي ما انت شايف كده عملت سيلف دوت نيم، وكده انا حليت المشكله. ولكن انا عايز ادخل بقى القيمه بتاعتي. يعني دلوقتي انا عندي سيلف دوت نيم، النيم ده مين؟ يعني عمرو، حسن، مشاري، مين برضو؟ قال لك هو هنا في الاوبجكت بتاعنا، نعرفه في الاوبجكت. قال لك جميل جدا، عندك البيرسون 1، تعال نعرفه تاني. حط اي حاجه، حط اي حاجه، بيرسون مثلا او عمرو، اي حاجه، تمام. انت على حسب برضو شغلك. عمرو ايكوال بيرسون اسم الكلاس. جميل جدا. بعد كده تفتح برنتسيز، قال لك اوه ده المره اللي فاتت كانت بترجع نون، دلوقتي بترجع نيم. جميل جدا. نكتب بقى اسم النيم بتاعنا اهو، مشاري مثلا، او عمرو، خليها عمرو عشان احنا مسمينه عمرو. جميل جدا. تمام. دلوقتي لو انا عملت برنت لعمرو، بص اللي هيحصل. جاب لك ايه؟ قال لك بيرسون اوبجكت ات وارقام شويه كده. طب انا ازاي اكسس جريتنج دي؟ عايز اللي هو يجيب لي نيم وسيلف دوت نيم، عايز يجيب لي اسم عمرو اللي هو اسمك هو عمرو، تمام. اعملها ازاي؟ قال لك بقى الاتريبيوت شغاله هنا، تدوس ايه؟ عمرو ده اللي هو الاوبجكت بتاعنا. عشان انت اكسس الاتريبيوت بتروح دايس نقطه اهو جريتنج اللي هي اسم الفانكشن بتاعتنا، وتروح دايسها. جميل زي الفل. وتروح دايس تشغيل كده. لازم نعمل لها كول الاول اهي. قال لك عمل ايه؟ نيم عمرو، زي الفل كده. كده احنا عرفنا الفروقات البسيطة زي الـ attribute بيس الـ variable والـ function بيس الـ method. عرفنا ازاي نعمل constructor اللي هو init أو initialize، وعرفنا self بنستخدمها ليه، تمام. وعرفنا برضو ازاي تعمل object. جميل كده زي الفل. رب يكون الفيديو عجبك، وان شاء الله هنكمل بقى بكرة او بعده. وبس كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.